اهلا وسهلا. اهلا اهلا تمام الحمد لله. وين اقعد؟ اقعد هون. وين ما بدك؟ لا هون فيش. لا بس هون. اهلا وسهلا. شو هذول؟ اهلا اخبارك؟ صار معنا هلا بالاستوديو شيف تيمور موج او شيف مان زي ما هو معروف. الموسم الماضي كان اول جزء لشيف مان، كانت واحده من الفقرات اللي لقت كثير رواج. شيف تيمور، هاي الفقره بالرواج اللي لقته كيف اثرت عليك كشيف؟ اول شيء اهلين. كيف حالك؟ تمام. اول شيء شكرا لاستضافتكم لي. اهلا وسهلا. وانت هيك متغيره عن الموسم الماضي، فيك شيء يعني كريم. لا لا تجوزت يا شيف عشان هيك. الف مبروك ستي. الله يبارك فيك ويسعدك. التغييرات اللي صارت طبعا كثير، صار في تغييرات مش شوي. يعني احنا هلا اللي بدي احكي فيه الشيء الاهم اللي هو صرنا نركز اكثر على المطاعم الشعبيه. حلو. وصرنا نحاول ندعمها. فهلا طبعا احنا كفريق رؤية يعني رح نطلع شيء جديد ان شاء الله، يعني رح نسميه يعني هاشتاج هو شيف مان يدعم. اوكي. الحلو فيها المطاعم الشعبيه مش بس انه هي شعبيه، في ناس مثلا بيحاولوا او ما عندهم استطاعه انهم يروجوا عن طريق التلفزيون او عن طريق السوشيال ميديا، فاحنا حبينا من عندنا احنا ندعم هاي المطاعم. والحلو الاكثر بهاي الشغله انه المطاعم هاي مش بس اكل، المطاعم هاي فيها بعض الحلقات رح يكون فيها قصص. فهمت علي كيف؟ يعني احنا بنقعد مع الشخص بنحكي معاه بحكي لنا عن قصته، هو كيف طلع بهذا المطعم، ايش عم بيقدم، ليش عم بيعمل هيك. ففي في اشياء هيك غير ماديه ثمينه. لا هو ما تغير، انا يعني كل عمر بحب الاكل يعني، بس انا ميال للشعبي اكثر شيء يعني. وفقك. شكرا. هلا طبعا يعني شيف مان هي من الفقرات اللي انا بالنسبه لي اعتبرتها هي اوكي. التيشيرت بجنن، فرجتنا اياه مرتين، التيشيرت بجنن. اول ما افتخر فيها هو قاعد بعمل هيك. بفتخر. لا حلوه كثير عن جد. يعني شيف مان من الفقرات اللي اعتبرتها بالنسبه لي يمكن مرجعيه بالمطاعم الموجوده بعمان. يعني فصرت كل مره بحضر فيها شيف مان كنت عم بتعرف على مطعم جديد عن جد، كنت تلاقي مطاعم يعني ما عمرنا سمعنا عنها. حلو. فالسؤال هون بيطرح نفسه بالموسم الجديد من شيف مان، شو المختلف هاي المره؟ رح تاخذنا على مطاعم مختلف. انت حكيت شعبي بس هل في شيء ثاني كمان؟ هلا هلا غيرنا. انا عشاني يعني زي ما تحكي، عشان انا كثير بحب مثلا نوع معين من الاكل اللي هو زي ما انت حكيت بدايه الحلقه اللي هو ستريت فود. في كمان مطاعم ثانيه برضو احنا لازم نعطيها حقها. اكيد. يعني مثلا في عندك ناس مثلا بيحبوا الدايت، في ناس مثلا بيحبوا الهيلثي، في ناس بيحبوا مثلا الحلويات، في ناس بيحبوا الميلك شيكس، في ناس بيحبوا كل يعني كل شيء. فصرت انوع انا شوي بالحلقات، مش كل شيء بس مثلا برجرز او ريبز او مثلا سندوتشات او مثلا اجنبي او انترناشونال او ايطالي او بيتزاز. صرنا هلا نشكل شوي عشان شوي نعرف العالم انه والله في عندنا، لانه بتعرف في كثير عندنا محلات عم تفتح باب عم بحطوا مبالغ. اوكي. فحلو الواحد برضه يحكي عنها، لانه هاي بالاخر احنا بهمنا يجوا عندنا ناس مثلا يستثمروا بهاي المطاعم ويجيبوا مثلا وكالات مثلا من برا او مثلا يطلعوا بافكار جديده، فبرضه لازم نغطي هاي